المجمع الدولي لمعارض وتظاهرات اس بي ايفنت كومباني ينظم الطبعة 21 لصالون الدول للعقار بناء ومواد البناء والأشغال العمومية سباتي ويست 2024 بمشاركة 120 عارض في مختلف القطاعات البنكية، خدمات البنكية، البناء، مواد البناء والأشغال العمومية. الهدف من تنظيم هذه التظاهرات هو تبادل الآراء وتبادل الخبرات ما بين المؤسسات المشاركة سواء الجزائرية والأجنبية. سامي فريمون بليزير جينا اللي حضرنا لهذا الطبعة 21 للعقار والسكن والبناء. جينا احنا اليوم باش نعرفوا بالشركة تاعنا تاع البناء والأشغال العمومية والري. دونك لو جروب لا بيسونس ترافل عندنا شراكة مع الأتراك وعندنا كذلك شريك من الكوت ديفوار. نساهموا ان شاء الله في البناء والمشاريع الكبرى والصغرى في الجزائر. برشلي احدى فروع مجمع الكوندور مختصه في صناعه المعدنيه، الالواح المعدنيه العازله، الغلفانه وكذلك النحاسه. برشلي هي الوحيده من نوعها في الجزائر التي تتكلف بجميع مراحل انشاء الهياكل المعدنيه من الدراسه الى التصنيع الى التركيب، وذلك مع احترام جميع المعايير الدوليه المعمول بها. تحوز شركه برشلي على جميع شهادات الجوده الايزو وكذلك شهادات التصنيع. وعندنا لا فيديال تاعنا تيزيري سيراميكا اللي راهي هنا في الصالون باتي ويست تاع وهران بور ريبريزونطاسيون تاع لي ماتيريو دو كونستركسيون. دونك حنا رانا في لا بورسلان دو لوكس، دونك سي لي كارو ان غران فورما اللي نديروها في لي روفيتمون سول لي مور اللي تعيطوا لها هنايا دال دو سول وفايونس. والبرودوي تاعنا سي دو لا بورسلان ريكتيفي 100%، هذا منتوج الجزائري 100% aussi. و بار رابور على سيرتيفيكاسيون ولا كاليتي دو برودوي ديجا رانا نشدو بزاف التصدير، اون اي دون ليكسبورتاسيون ديجا، بدينا ديجا افيك لا فرونس افيك ليتالي مع دبي اوسي نهار تدو ان شاء الله ولا كتب ربي اون فا اتاند لو مويان اوريون.